حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يوم أمس مأدبة العشاء التي أقامها صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة تكريما لأصحاب السمو الفخامة بمناسبة زواج نجله صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين. وفي ختام الزيارة ودع سموه صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام الشقيقة الذي حمل سموه نقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما ودع سموه صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية متمنيا سموه للزوجين حياة زوجية سعيدة.